يقول: الذي يدرك صلاة الجماعة مع الإمام وقد فاتته إحدى الركعات الجهرية، هل يقرأ ما سبقه جهرا خلف الإمام أثناء قراءته في الركعتين السريتين أو إحداهما، أم يسر خلف الإمام ويقرأ الجهر أثناء صلاته منفردا بعد تسليم الإمام؟ الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فعلى هذا يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. فإذا أدرك مع الإمام مثلا ركعة فإنه يقرأ فيها الفاتحة وسورة إذا كانت الصلاة سرية، أو الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية في سكتات الإمام. فإذا قام بعد سلام الإمام ليكمل ما فاته فإنه أيضا يقرأ في الركعة الأولى مما انفرد به، لأنها بالنسبة له تكون هي الثانية. وأما في بقية الصلاة فإنه يقرأ الفاتحة فقط. نعم، لكن الجهر من حيث، أما لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية، نعم، أو من المغرب، فإن هاتين الركعتين هما أول صلاته على الصحيح، وما يقوم ويأتي به هو آخر صلاته. نعم، لكن من ناحية الجهر بالقراءة، الجهر في الليل، نعم، يخير بين الجهر والإسرار حتى لو كان مع الإمام المنفرد. لا، المنفرد، المنفرد، نعم، مع الإمام لا يجهر، المأموم لا يجهر مع الإمام، لا يجهر مع إمامه، لكن المنفرد إذا قام ليأتي بما سبق فإنه لا بأس أن يجهر بالليل، أما في النهار فإنه يسر. نعم.